قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ماريك بيركيران، قال إن الوكالة أعدت خطة طوارئ في حالة حدوث توغل إسرائيلي في مدينة رفح في غزة، لكنه أوضح أنها لن تكون كافية لمنع حدوث ارتفاع كبير في عدد الشهداء. وقال المسؤول بالمنظمة العالمية في مؤتمر صحفي في جنيف إن الخطة لن تمنع على الإطلاق حدوث قتل فضلا عن الانتشار المتوقع للأمراض جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المرتقبة. كما حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا يانس لاياركا من أن التوغل في رفح يمكن أن يتسبب في مذبحة وضربة هائلة لعملية الإغاثة في قطاع غزة بأكمله.